اوكي، مرحبا، انا اسمي ميسا وانا من فلسطين. انا ساكنه في قطر. انا وعيلتي لنا ممكن 11 سنه ساكنين في قطر، وقبلها انا كنت ساكنه في فلسطين. انا مسيحيه. هلا في لكتشر انا عملتها من قبل كانت بتحكي عن العادات والتقاليد في قطر وتجربتي كمسيحيه عايشه في دوله قطر، بس اليوم راح احكي بالتحديد عن التقاليد أو الأعياد المسيحية في فلسطين. أعتقد إنه من قبل كان عندكم محاضرات بتحكي عن عيد الميلاد أو الكريسماس في فلسطين. فأنا اليوم راح أشدد أكثر وراح أحكي أكثر عن عيد الفصح اللي هو الإيستر في فلسطين. هلا عيد الفصح بالنسبة إلي، أو ليه بدي أنا أحكي لكم عن عيد الفصح؟ لأنه عيد الفصح بالنسبة إلي إشي كتير مميز. أنا عشت في قطر وعشت في أمريكا، وبالنسبة إلي تجربتي في عيد الفصح كانت أحلى إشي في فلسطين، لأنه مثلا في أمريكا في عيد الفصح ممكن ما في احتفالات كتيرة، ما في يعني مش زي، ما له أهمية مثل الكريسماس. أنا هيك بالنسبة إلي. بفلسطين عيد الفصح، الاحتفالات لعيد الفصح تقعد أسبوع كامل، يعني من الأحد الأول للأحد الثاني، يعني من أحد الشعانين اللي هو بالم ساندي للأحد الآخر اللي هو إيستر ساندي. فبدي أبلش أحكي لكم عن أحد الشعانين. أحد الشعانين بالنسبة إلي لما كنت بنت صغيرة، أحلى إشي كانت الشعانينة. الشعانينة هو إشي أفرجيكم. سو هاي هي الشعانينة. هدول أقربائي. هاي هون الشعنينة، مثل في مثلا أشكال مختلفة وفيها ورود مختلفة. هون هدول أولاد خالي حاملين الشعنينة، هي أكتر للأطفال من الكبار. فهون يعني كانوا هم ممكن حاملين تعون أولادهم أو إشي. فهاي الشعنينة عبارة عن شجرة النخيل، الأغصان تعون شجرة النخيل، هم منشفين وبنعملوا على أشكال مثل انه هنا، وبنحط فيهم ورد. موستلي مثلا هاي هنا، هاي بنت خالي الصغيره حامله شمعه، يعني ممكن تعمل هيك ممكن تعمل هيك، بس انا بالنسبه لي الاشي كثير بحبه هو الشعنينه. هذا الاشي الاطفال بيحملوه وبيروحوا على الكنيسه. الاشي الثاني المميز في الاسبوع الكامل تاع عيد الفصح هو الكشافه. الكشافه يعني سكاوتس. الكشافه لها يعني بتلعب دور كتير 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 مهم في هذا الأسبوع، من الاحتفالات، من النظام، من يساعدوا الناس تدخل على الكنيسة أو تمشي بالشارع. فأول إشي يوم الأحد هو بعد ما الناس تروح على الكنيسة وتحمل الشعانين بيطلع الكشافة. شو يعني لما أحكي بيطلع الكشافة؟ يعني في مجموعات كشفية مختلفة، في يعني ممكن مجموعات كشفية إسلامية، مجموعات مسيحية، مجموعات ما إلها، يعني مجموعة عادي بدون دين محدد، بيطلعوا على الشارع وبيلعبوا الدرامز وبيحملوا أعلام، وإذا شايف مثل ما شايفين هنا بيكون كل الناس على الشارع عم تحضرهم. فهذا إنه إشي كتير كتير مهم بالنسبة ليوم الإيستر. هاي مثلا هاي البنت اللي كنتوا شايفينها قبل حاملة علم. هون هاي مجموعة تانية، هون شوفوا اللباس تغير، هون كان اللباس بني، هون صار اللباس أبيض. فهاي مجموعة كشفية تانية. فممكن في يعني أعتقد 500-600 شخص على الدرمز من مجموعات مختلفة، كلهم بيكونوا بالشارع وبس احتفال، يعني كأنها باريد. فهذا هو يوم الأحد. الاحتفال الثاني بيجي يوم الجمعة، احنا بنسميها الجمعة العظيمة أو الجمعة الحزينة اللي هي Good Friday. هذا اليوم بالنسبة لنا يوم حزين، هو يوم مش يوم فيه احتفالات وطبل وهيك أشياء، هو يوم حزين أكتر. معظم الوقت بيكون الناس بالكنيسة، ما في احتفال هيك بالشارع. فمنروح على الكنيسة. دور تاع الكشافة في الكنيسة هنا ما بيكون للاحتفالات، بيكون للنظام أكتر. في يوم الجمعة الحزينة بنسوي إشي بالكنيسة، إنه في منجيب قبر المسيح وبنسوي إشي اسمه دورة، يعني بنحمل قبر المسيح
ومنلف حوالين الكنيسة. هاي واحدة من التقاليد اللي الناس بيسووها بالكنيسة. ففي هذا الوقت كل الناس بتكون بدها تيجي تقرب على القبر أو تمسك القبر أو بس تشوفه. فهنا وقت نظام تاع الكشافة، الكشافة بتعمل إنه خط كأنه عشان تخلي الناس منفصلة عن هذا المسار. وكمان إشي شفنا إنه الكشافة بتدق دقات فرحة أو تعمل إشياء فرحة في يوم أحد الشعانينة، بس في يوم الجمعة الحزينة بدق ودقة حزينة. يعني ممكن بتكون هيك إنه دم 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 أقل أكتر من إشي مرح. فهذا يوم الجمعة. أما يوم السبت هو بالنسبة لي يوم المفضل، ولهلأ ما سويت الإشي اللي بدي أسويه باليوم السبت النور. سبت النور هو يوم السبت طبعاً بعد الجمعة الحزينة، وإحنا بالمسيحية في فلسطين بنعتقد إنه في أعجوبة بتصير في كنيسة القيامة. كنيسة القيامة هي الكنيسة في القدس، وإحنا بنعتقد إنه المسيح لما مات واندفن في قبره في كنيسة القيامة. فبالنسبة لنا يوم سبت النور هو يوم لما النور بفيض من قبر المسيح. شو يعني النور بفيض من قبر المسيح؟ يعني بفوت حدا من قبل، خليني أفرجيكم صورة. سو إحنا بنعتقد إنه هون قبر المسيح، هذا هون بالنص. فقبل ما يصير كل هذا النور بفوت كاهن أو خوري على القبر، وطبعاً بفوت قبله ناس بتأكدوا إنه ما في مثلاً قداحة، ما في إشي يعمل نار، ما في ignition source جوا. فالناس بتفوت بتتأكد، بعدين بفوت الخوري على القبر بيضلوا يصلي 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 ليصير إشي اسمه فاض النور. شو يعني فاض النور؟ يعني طلع النور أو انعمل النور. فبيطلع الخوري من القبر معه هذا النور، وهذا الإشي يعني هاي كلها الناس من أنحاء العالم، ناس من فلسطين، ناس من أمريكا، بيكون كتير 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 في سياح هنا. فلما يطلع الخوري مع النور بيصير يعني بيصير يوزع النور على الناس، وهذا النور بنتقل من مدينة لمدينة. فأنا من مدينة رام الله، فمعظم الوقت في سبت النور بكون في رام الله ومش بالقدس، محل ما كنيسة القيامة. فهذا النور الكشافة زي ما حكيت لكم بتطلع يوم الأحد، برضو بتطلع يوم السبت، وهذا أعتقد أنه أكبر احتفال. بتطلع الكشافة بتستنى على محل اسمه دوار المنارة، يعني دوار راوند أباوت، تقعد تستنى الكشافة، توصل الكشافة لإله، بعدين توصل هناك بتستنى عبل ما النور يوصل من القدس لرام الله. فلما النور يوصل من القدس يعني من كنيسة القيامة، الشباب بيروحوا بيجيبوا النور بنقلوه على رام الله. فأول ما يوصل النور بيصير إشي اسمه زفة النور، يعني كيف بالعرس الناس بتقعد تزقف وتغني للعريس، نفس الفكرة، بس هم بيكونوا يزقفوا وبيحكوا أشياء للنور. فهذا النور لما يوصل على رام الله بيصير هيك يتنقل بين الناس، يعني بيصير في ما عندي صورة أظن، بس هذا شخص من الكشافة. هلا في عادات برام الله إنه في كشافة اسمها سرية رام الله الأولى، هي مسؤولة عن استلام النور. يعني ما بتيجي زي ما أنا فرجيتكم فيه إنه هاي مجموعة كشفية وهاي مجموعة كشفية تانية، هاي المجموعة الكشفية هي المسؤولة عن استلام هذا النور. فالشباب بيروحوا بياخدوا هذا النور وبيصيروا يوزعوه على الناس وبتنقل، بيضلهم أوكي هلأ أخدوا النور، بيرجعوا بيعزفوا بيمشوا بالشارع ليوصلوه على الكنيسة. فلما يوصلوا النور على الكنيسة هنا بتنتهي الاحتفالات، هنا بيخلص سبت النور. والإشي الثاني إيش بيصير بسبت النور؟ إنه بفك، لما يفيد النور منفك الصيام. يعني إحنا بالنسبة إلنا منصوم 40 يوم قبل عيد الفصح، لما يفيد نور من القبر هون بالنسبة إلنا إنه انفك الصوم. فهذا هو يوم السبت. يوم الأحد هو إيستر ساندي طبعا، هنا إنه خلصت الاحتفالات الكبيرة وهلأ صار أكتر مع العيلة، ومنروح على الكنيسة الصبح منصلي، وبيكون برضو في كشاف. يعني زي ما إحنا شايفين إنه الكشاف كل يوم لهذا الأسبوع يا بيكون بالكنيسة يا بيكون بالشارع عم بيطبل وبيحتفل بيوم الأحد. فهلأ يوم الأحد اللي هو إيستر ساندي أكتر إشي منسويه هو إنه منزور العيلة أو نعمل أج هانتينج. يعني كمان أج هانتينج إشي كتير كبير للأطفال، يعني منسويه بالمدرسة بالمحلات
الكشافة كمان، لأنه الكشافة مش بس بيطلعوا بيتحركوا، في نادي يعني كلب ناس تلعب فيه، بتروح بتعمل فيه رقص، تلعب فيه باسكت، بتسوي فيه كشاف هيك. فالأطفال برضو بيروحوا هناك بلونوا البيض وبيعملوا ايج هانتينج. أظن هذا كان، هذا والشعنينة كان بالنسبة إلي أكثر إشي حبيتهم، لأنه يعني بيخلوا الأطفال انفولفد أكثر بالعيد وبيفهموا العيد أكثر. فبالنسبة إلي أنا يوم الأحد كنت أروح عند جدتي، جدتي أم أبوي، عند بيت عند بيتها، وكنا كل العائلة نجتمع وناكل ونلعب إنه نطقش بيض، يعني نمسك بيض وبيض هيك نطقشهم ونشوف مين بيفوز. هذا الإشي كمان أعتقد بيسووه الناس في أمريكا. فهنا يعني خلصت الاحتفالات الكبيرة ليوم لعيد الفصح. بس يعني ليه أشرح لكم في في كمان إشي ما أعتقد عندي صورة، بس ممكن شفتوه من قبل إذا حدا حكى عن رمضان. بيسووا إشي اسمه كعك العيد، هو كعك وجواه عجوة، يعني محشي بديتس. هذا كمان بيجتمعوا الناس الكبار، ممكن قبل، قبل ال... ممكن بعد الشعنينة، يعني قبل عيد قبل أحد عيد الفصح. هون بينهم بيجتمعوا السيدات معظم الوقت وبيسووا كعك العيد. هذا ال... يعني الأطفال بيجتمعوا ليلونوا بيض، والسيدات بيجتمعوا ليعملوا كعك العيد. فهيك الأشياء اللي بتربط الناس. ما عندي صورة، بس فهذا أنا بالنسبة إلي إنه أكثر إشي نفسي أسويه إني أكون هنا يوم السبت. بس ما يعني لما أنا نقلت على قطر كنت صغيرة، فما كنت قادرة إني أنا أروح لحالي هناك، ومن وقتها أنا دائما ما بكون موجودة في فلسطين وقت الإيستر. فأنا بالنسبة إلي إنه واحدة من الأشياء اللي كتير بدي أسويها إني أكون في كنيسة القيامة لما يفيض النور. وهذا الإشي بالنسبة إلي إنه إشي اللي هو بيميز الإيستر بفلسطين عن أماكن تانية في العالم، لأنه زي ما الناس بالمسيحية بيعتقدوا إنه المسيح اندفن في القدس. فبالنسبة لي إني أنا أكون من هذا المحل وإني أكون قادرة إني أشارك في هاي الأشياء إشي كتير مميز بالنسبة لي. يعني بالنسبة لي هو عيد الفصح هو الإشي اللي بيجمع الديانات المسيحية في فلسطين. الإشي الثاني كمان إنه إحنا بنعرف إنه في أكثر من طائفة أو أكثر من كنيسة في فلسطين، وممكن في الكريسماس أو بعيد الميلاد الكنيسة الأرثوذكسية بتحتفل غير عن الكنيسة الكاثوليكية، يعني بيحتفلوا بأوقات مختلفة. أما في عيد الفصح هو عيد موحد، فكل الكنائس في رام الله بتحتفل في نفس اليوم. موحد يعني كلهم واحد، يعني شخص إنه مجموعة واحدة، فكلهم بيحتفلوا يوم نفس يوم الأحد، ما بيحتفل إنه مثلاً الأرثوذكس بأحد والكاثوليك بأحد تاني. فهذا كمان الإشي الحلو لأنه كل الناس عم تحتفل في نفس الوقت. بس هاي هي يعني هاي هي بالنسبة إلي عطلة أو احتفال المفضل في فلسطين.